السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد عصام، ان شاء الله اكون معاكم في محاضره جديده من كورس الرسم الاحترافي بالرصاص. هنبدا نتكلم النهارده عن محاضره جديده مهمه جدا جدا جدا، هي رسم الفم، وهنبدا ناخدها بكذا طريقه وكذا وضعيه. طيب في الاول هنبدا نشوف موضوع الكور اللي احنا بنقوله كل مره، ماشي؟ ان هو البق عباره عن كام كوره. البق عندنا عباره عن 3 كور، كوره فوق وكورتين تحت. فهبدا ارسم كده بخفيف ان انا عندي هنا كوره واحد، ماشي، واثنين تحت. التلاتة هنا قد بعض، تلات كور قد بعض. طيب اول حاجة هبدأ اعملها ايه؟ اول حاجة هبدأ اعملها هبدأ امشي مع كيرف الكورة اللي هنا، حلو كده. وبعد كده هبدأ اكمل مع كيرف الكورة اللي جنبها، وابدأ اخد الخط ده كأنه مايل لتحت شوية كده، والناحية التانية نفس الكلام، بكمل مع كيرف الكورة وبكمله خط مايل لتحت شوية كده. طيب ايه الخط اللي احنا رسمناه ده؟ الخط اللي احنا رسمناه ده هو الخط اللي في النص، الخط الفاصل ما بين الشفايف اللي فوق والشفايف اللي تحت. طب الخط اللي احنا رسمناه ده، ده خط، يعني هو الخط الوحيد اللي ممكن نعمله خط صريح، مش مشكلة، عادي جدا. طيب تعالوا نبدأ نظبط. أول حاجة الكورة دي الإضاءة بتاعتها جاية من فوق من هنا، حلو؟ والكرة دي الإضاءة بتاعتها جاية من الناحية دي، والكرة دي الإضاءة بتاعتها جاية من الناحية دي. طيب اشمعنى؟ ليه هنا قلنا في ثلاث أماكن إضاءة مختلفين؟ مع إن إحنا في المناخير مثلا كنا بنقول المناخير الإضاءة بتاعتها من الوش، في العين بنشرح الإضاءة من الوش. اشمعنى هنا قلنا ثلاث أماكن إضاءة مختلفين؟ بص يا عم، البق ده علشان بروزه، علشان هو جاي من جوه لبره وبارز كده، فتظليله بالطريقة دي هو يعتبر إن الإضاءة جاية من الوش برضه. طب إزاي؟ مش الشفايف اللي فوق دي، الكرة دي هتكون الشفايف اللي فوق. الشفايف اللي فوق دي جايه من جوه لبره، ومن جوه لبره يعني ايه؟ قلنا قبل كده من جوه لبره يعني من غامق لفاتح. يبقى انا دلوقتي لما هبدا اظلل ده من غامق لفاتح عشان الاضاءه جايه من فوق، يبقى هبين ان هو جاي من جوه لبره، يعني كاني عملت الاضاءه جايه من الوش، عادي جدا. طيب فانا هبدا اظلل الكوره اللي فوق دي بان هي من غامق، وببدا اطلع واحده واحده لفاتح بتظليل كوره عادي جدا، كاني بظلل كوره عادي جدا، حلو. طيب بس وانا بظلل هنا من غامق لفاتح كده، هاخد بالي من حاجه، ان انا هوقف تظليلي بكيرف كده شويه فوق، او بشكل سبعه جاي واقف فوق كده. طب ركزوا، انا قلت ايه؟ انا قلت هوقف تظليلي، صح؟ يعني ايه؟ يعني مش هعمل خط يقطع لي الجزء ده، لا، انا بس قلت ان انا عندي نهاية التظليل او نهاية اللون واقفة عند الجزء ده. طب ده معناه ايه؟ ده معناه يا عم ان انت ما ينفعش خالص تيجي ترسم البق تروح ماسك القلم تعمل خط فوق كده وتحد الشفايف اللي فوق، دي كارثة. لا، انت عندك نهاية لون الشفايف وبداية لون الايه؟ البشرة، نهاية لون وبداية لون، لكن مفيش خط اغمق من الاتنين. احنا كنا بنيجي نرسم البق على طول نعمل ايه؟ هوب السبعة اللي فوق ثمانية اللي تحت عشان نيجي نرسم البق، فده كارثة طبعا وغلطة كبيرة جدا. طيب نيجي بعد كده نظلل من خط البق. طيب خلي بالكم ان انا ما حددتش الشفايف اللي فوق، في ناس ما بتعرفش، يعني عايز لازم يحدد الشفايف اللي فوق. انا في رسم العادي ما بحددهاش، يعني ببدا اظلل على طول لغايه لما تظهر معايا. طيب لو انا عايز احددها فلازم احددها بخفيف جدا، بتون خفيف جدا جدا ما يبانش. لو انا عايز ان انا ابين او اوقف نهايه التظليل بتاعتي تبقى واقفه فين عشان ما تهش وكده يعني، فانت لازم تكون محددها بخفيف قوي درجة ما تبانش. طيب تمام، هبدأ أكمل التظليل بتاعي. بصوا عندنا خط البق ده هو حاجة داخلة لجوه، فهو غامقة والشفايف جاية من جوه لبره، يبقى نفس الكلام برضو من غامق، وهبدأ أطلع واحدة واحدة لإيه؟ لفاتح، صح كده؟ لكن ما أجيش أروح محدد برضو الشفايف، أنا ببدأ أطلع بالتظليل أهو، وبتبدأ تمشي على تظليل الصورة بتاعتك. ممكن ما يكونش التدريج بتاعها من غامق لفاتح كده، ممكن مثلا تلاقي إن في جزء غامق هنا، هبين، فاهمين كده؟ ممكن مثلا تلاقي مش عارف ان في مش من هنا، مش من غامق لفاتح بس، يعني هو كده كده في تظليل من غامق لفاتح، بس ممكن تلاقي ان الحته دي كمان فيها غامق مثلا، الحته دي مرمي فيها تون مثلا كده شويه اغمق. فانت بتبدا تمشي على درجات الصوره بتاعتك، ما تحفظش الكلام اللي انا بقوله وتصمه في الرسمه، لان ده غلطه وكارثه كبيره جدا جدا، وساعتها هتبوظ رسمتك وهتطلع الناس كلها شبه بعض ومش هتعرف تجيب الشبه. لما بقول لك حاجة أنت بتبدأ تدور عليها في الصورة، الكلمة الحاجة اللي بقولها لك هنا أنت بتقعد تدور عليها في الصورة وتشوف الكلام ده موجود ولا لأ، صح ولا غلط، وتبدأ تنفذ اللي في الصورة، الصورة القاعدة بتاعتك. طب وكلامي ده هيتنفذ إمتى؟
لو انت بترسم من خيالك بس ساعتها هتبدأ تعمل اللي بقول عليه، هيبدأ يبان عندك الشكل كأنه واقعي وانت بترسم من خيالك، فاهمين كده؟ طيب كده بقى تظهر الشفايف اللي فوق، بس هي مش باينه لسه، ما بانتش او ما ظهرتش. طب نعمل ايه بقى؟ بص، لو حد فيكم دلوقتي جه راح قال الشكل مش باين عندي، فراح ما حدش شاف اللي تحت، دي كارثه، باظت الرسمه. لا، انا مش هكمل اللي تحت حتى، انا هبدا اكمل الجزء ده اللي هو ما بين المناخير وما بين الايه، الشفايف، الحته بتاعت الشنب دي. فهبدا مثلا اقول ان مناخير الراجل ده هتبقى هنا، بص انا برسمتك في مساحه عشان هنستخدم دلوقتي مساحه تانية. هنبدأ بقى نظلل الجزء ده. أول حاجة، فاكرين الجزء الغامق اللي احنا كنا بنتكلم عنه في المناخير، اللي هو الحتة الغامقة اللي فوق فتحة المناخير اللي احنا عملناها دلوقتي دي؟ الجزء ده هو اللي كان بيقول المناخير دي بارزة، صح؟ وهو دلوقتي اللي ظهر لي شكل المناخير كده وبرزها شوية. طيب الحتة دي لو بتقول المناخير بارزة، فمعنى كده المناخير هترمي ظل على الجزء اللي تحتها، صح؟ يعني أنا عندي جزء هنا كده جاي غامق شوية أو متظلل غامق، حلو؟ الجزء ده هو اللي بيقول لي ان المناخير دي رمي ظل على الجزء اللي تحت اللي هنا، فانا هبدا اظلل دلوقتي الجزء ده من غامق. طب من غامق وهبدا اظلل اللي فاتح ولا هنزله كله درجه واحده؟ لا، انت لازم تظلله من غامق لفاتح. طب ليه؟ علشان عندك الحته دي بتاعت الشنب هي جايه من جوه لبره، طالعه لبره كده بارزه، مش نازله عدله، صح؟ فانت لو جيت عملت الجزء الغامق ده نازل عدل، انت عملت واحد معجز جدا وما عندوش سنان، فالحته دي نازله عدله كده لتحت. طيب فانا هبدا اظللها اهو من غامق لفاتح. بس في حاجه بقى، تعالوا ناخد الحته دي نطلعها بره. انتوا عارفين الجزء ده هو شكله عامل ازاي؟ هو يعني بتحس ان هو عامل كده، طيب يعني ايه عامل كده؟ يعني هو داخل لجوه، الحته دي كده داخله لجوه كده. طيب داخله لجوه ازاي نبينها او اضاءتها عامله ازاي؟ لو انا عندي النور جاي من الناحيه دي والحته دي داخله لجوه، الغامق هيبقى فين والفاتح هيبقى فين؟ لو حد بيقول لي دلوقتي النور جاي من الناحيه دي فهنا الفاتح وهنا الغامق، فده غلط. انت عندك النور جاي من الناحيه دي بس دي داخله لجوه كده، يبقى ساعتها هنا الغامق، عشان ده مش واصل له نور، النور مش هيلف ويخش للحته دي اللي جوه، لكن النور واصل اللي هنا، صح؟ فده اللي هيكون فاتح. يبقى انا عندي اضاءه الجزء ده عكس اضاءه البورتريه كله. يعني ايه؟ يعني لو دلوقتي انت عندك النور في البورتريه ده جاي من الناحيه دي، فانت عندك المناخير من هنا منوره ومن هنا غامقه، هنا العكس، هنا انت ترمي لظل الناحيه دي اهو وتبين الجزء ده ان هو اللي فاتح، فاهمين كده؟ فانا جيت هرمي مثلا شويه ظل الناحيه دي اهو وابدا ادرج ان الحته دي هي اللي فاتحه والجزء ده هو اللي غامق. طيب بص، لما جيت ظللت هنا انا نزلت لغايه الشفايف؟ لا، وقفت قبل الشفايف كده كاني بينت في حته فاتحه او في خط فاتح قبل الشفايف. الجزء ده مهم جدا جدا جدا، هو ده اصلا رسمه البق، يعني هو ده اصلا اللي بيظهر لي شكل البق، من غيره الرسمه باظت. طيب حلو، فانا لازم اخد بالي جدا من الخط الفاتح ده، وهوريكم في اخر الرسمه لو انا خفيته ايه اللي هيحصل، ان الرسمه هتبوظ. في اخر المحاضره هوريكم الجزء ده. طيب هبدا بعد كده اظلل الجزء اللي جنبه، اللي هنا واللي هنا، فانا هبدا اظلل اهو من غامق لفاتح. بس ثانيه واحده، مش في بيكون عندنا هنا وهنا في زي خطين كده فاتحين شويه؟ الحته دي مش بتكون باينه عند كل الناس، يعني في ناس بيبان عندهم الجزء ده وفي ناس لا مش بيبان عندهم. طيب فانت عشان تظهره لو في حد باين عنده وباين، الجزء الفاتح اللي هنا بتسيبه فاتح شويه، مش شرط ان انت تعمل ايه؟ تغمق، يعني تديله ابيض خالص، مش شرط ان انت تعمله ابيض، بس ممكن تسيبه فاتح شويه. طب في حاجه بقى، مش انا كنت مظلل هنا غامق وبعد كده عندي هنا فاتح، صح؟ ازاي هنقل من الغامق للفاتح ده؟ افصله، يعني اعمل جزء غامق وبعد كده فاتح مره واحده؟ لا، ساعتها هتبوظ الرسمه. لازم تعمل تدريج عندك في المساحه الصغيره دي، بس التدريج ده بيكون في مساحه صغيره جدا. ازاي اعمله؟ لو انا مسكت القلم وقعدت اعمل كده من غامق لافتح لافتح، الحته دي هتسود قبل حتى ما اعمل التدريج. طب بنعمل ايه بقى في المشكله دي؟ بصوا دلوقتي انا عندي الجزء الغامق اهو، انا كاني كبرت الحته دي، ماشي؟ فانا عندي الجزء الغامق اهو، لو انا عايز ادرج من الغامق ده للفاتح في المساحه الصغيره دي، بمسك القلم من الاخر، من اخر حته في القلم، وبعمل كده. بص انا هنا بعيد على التظليل بتاعي، ماشي؟ بس بعيد بدرجه فاتحه. يعني ايه؟
يعني مش بعمل كده من غامق لا افتح لا افتح لا افتح وبدرج، لا انا بفضل اعيد عليها وعلى اللي بعدها بدرجة خفيفة، مرة اتنين تلاتة لغاية لما احس ان هو عمل لي تدريج. يبقى انا هنا بعمل تدريج بان انا بعيد بالدرجة الفاتحة، مش بان انا بتحكم بتقل ايدي. ركزوا في النقطة دي، علشان لو انا بتحكم بتقل ايدي هيتقل غصب عني سنة مثلا فممكن تبوظ. فلما بشتغل بالدرجة الفاتحة فانا بفادي الخطأ بتاعي ان ممكن ايدي تغلط او حاجة، وابدأ اعيد مرة مرتين تلاتة، خلاص انا كده عملت تدريج. بس ده مش باين قوي ان هو تدريج، هو في مساحه صغيره مش بيكون باين جدا. طب بستخدم النقطه دي فين كمان؟ في نقطه مهمه جدا 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 في رسم التجاعيد. لو انت عايز ترسم تجاعيد، لما جينا مثلا رسمنا عين، حلو، والعين دي فيها تجاعيد بقى وحاجات زي كده، ازاي ان احنا نخلي دي تجاعيد حقيقيه ما نخليهاش ان هي خط او قطع؟ لو انت عملتها خط كده وسبتها باظت كده، بقت قطع ما بقتش تجاعيد. فباجي اعمل ايه؟ بعمل لها تدريج في مساحه صغيره بنفس الطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها من شويه هنا. بمسك القلم من بعيد وبعيد عليها وعلى اللي بعدها بخفيف، فيبدا يديني تدريج طالع من التجاعيده دي من الجزء ده، علشان يبان عندي ان هي داخله بكيرف لفه لجوه، فاهمين كده؟ فيبان عندي انها ايه؟ تجاعيد. طيب ده مش هيبان قوي دلوقتي وهناخده في محاضره ثانيه ان شاء الله، فهناخده بالتفصيل ساعتها. تعالوا نبدا نكمل هنا. هبدأ ارمي التظليل بتاعي اهو، برضو احنا قلنا النور عندنا جاي من هنا مثلا، فعندي الجزء ده هيكون غامق صح، والناحية التانية هتكون فاتح. وابدأ اظلل اهو من غامق وابدأ انزل لفاتح، ونفس الكلام هنا عندي فاتح شوية بس فيها تظليل، وابدأ اظلل من غامق لفاتح. طيب التظليل اللي انا برميه هنا هبدأ انزل بيه للشفايف؟ لا ما ينفعش، لازم تقف. تمام، لازم تخلي بالك من الخط الفاتح اللي قبل الشفايف، نفس اللي احنا شفناه هنا في النص. بس ثانية واحدة بقى، الخط الفاتح ده هو انا بسيبه ابيض في كل البق من اوله لاخره، ولا بعمله غامق، ولا برمي جزء غامق وجزء فاتح؟ بص، الخط الفاتح ده هو اللي بيقول لي ان الشفايف دي بارزة. فانت لو بترسم حد شفايفه بارزة فهتعمل ايه؟ هتفتح الخط كله. طب بترسم حد شفايفه مش بارزة قوي فانت مش كله هيبقى فاتح، انت عندك في النص بس اللي هيبقى فاتح والجناب لا. طب انت بترسم حد عجوز بقى، يعني واحدة عجوزة جدا جدا جدا، فما فيش اصلا الخط ده، ساعتها بتلاقي التظليل نازل عندك من هنا على الشفايف. مش احنا قلنا من شوية لو انا كملت التظليل بتاعي لغاية تحت هيطلع لي كأن حد عجوز واسنانه مش موجودة؟ هي نفس الفكرة بالظبط. طيب شايفين خط البق من هنا ومن هنا؟ انا ينفع اسيبه خط مقطوع كده؟ ما ينفعش، كارثة كبيرة جدا. ليه؟ معنى ان الخط ده انا سايبه مقطوع مفيش تدريج طالع منه، معناه ان الحته دي مقطوعه بكتر او بموس، او هي داخله بزاويه قايمه لجوه مفيش كيرف، واحنا عندنا في نهايه البق من هنا ومن هنا في كيرف، فلازم اعمل تدريج عشان ابين الكيرف ده. طب بصوا الحته الصغيره جدا جدا دي هتفرق قد ايه في الرسمه بتاعتنا؟ يا دوب بس هعمل تدريج كده طالع منه. بصوا كده التدريج بس اللي احنا عملناه ده تحس ان هو فرق جدا في شكل البق كده، وتحس ان ده بقى فيه كيرف فعلا داخل لجوه، وبقى البق شكله واقعي شويه علشان بس الحته اللي احنا عملناها هنا. فده جزء مهم جدا جدا بيظهر لي شكل الوش. طيب التدريج ده احنا عملناه لفوق ولا للجنب ولا لتحت؟ بس لا، احنا عملناه كله لفوق للجنب ولتحت صح. طب عملناه ازاي؟ عملناه بشكل دوائر عشان نبدا يدرج لي في كل الاماكن في نفس الوقت صح كده. ابدا بقى اخد التظليل ده وابدا ادرجه فين؟ مع الجزء اللي فوق. طب ركزوا بقى في الحته دي، في حاجه قلناها في المحاضره اللي فاتت اللي مركز معانا هياخد باله منها. احنا قلنا ما ينفعش ان انا اظلل منين؟ ما ينفعش ان انا اظلل من غامق لفاتح لغامق صح؟ لازم اظلل من غامق لفاتح واقف. فانا هنا في الجزء ده عملت كده، انا ظللت من غامق لفاتح ورحت واقف، وبعد كده اخدت من هنا من غامق ودرجت الفاتح علشان ما سودش المكان ده وما يطلعش معايا ان هو شنب والكلام ده كله. طيب وهبدا اخد الجزء الناحيه الثانيه واديه التونات بتاعتي على حسب بقى تونات الصوره، وبتبدا تلعب فيها براحتك. طيب نيجي بعد كده للشايف اللي تحت. بصوا اصلا قبل ما نكمل خلاص شكل البق ظهر. طب لو انت بقى رسمت شايف اللي فوق بس لوحدها هيظهر؟ لا، لازم تكمل الشكل على بعضه عشان الرسمه تبان، لان في ناس بتيجي ترسم الشايف اللي فوق بس
وبعد كده تلاقيها راحت مبوظه الدنيا عشان حاسه ان هي غلط. فسيبكم الموضوع ده. طيب هبدا اظلل الشايف اللي تحت. دلوقتي انا عندي الكوره دي الاضاءه بتاعتها جايه من الناحيه دي، والكوره دي الاضاءه بتاعتها جايه من الناحيه دي. انا لما هبدا ان انا اظللهم، هبدا اظللهم بتظليل كوره زي اللي فوق دي؟ لا، هبدا اظللهم بتظليل كده مفرود كده. ليه عم بعمل خط عدله مش بعمل كيرف كوره؟ علشان ده مش باين عندي ان هو كوره قوي يعني كده زي اللي فوق. فلما تيجي ترسمه لو انت عملته بكيرف كوره هيطلع لك بقولتين كده في البق والرسم باظ. طيب يبقى دلوقتي لما هاجي اظلل هنا هظلل بخطوط عدله. طب احنا ليه قلنا قلنا كور لما انا دلوقتي بعمل بظلل بخطوط عدله؟ علشان هستخدمها في التحريك. لما هاجي احرك دلوقتي واجي ارسم البق من الجنب هيبدا يبان عندي ايه الكور دي هستخدمها في ايه. طيب التظليل عندي هنا في الشفاف اللي فوق كنا بنقول ان هو جاي من جوه لبره فمن غامق الفاتحه. طب واللي تحت دي؟ اللي تحت دي بيكون جاي من جوه لبره لجوه تاني، صح؟ يبقى انا دلوقتي لما هبدا اظلل هنا هبدا اظلل من غامق لفاتح لايه؟ لغامق تاني. هنبدا نظلل من غامق لفاتح لغامق. حلو. طيب هبدا اظلل من غامق لفاتح وهقف وابدا اشوف الجزء اللي تحت اللي عندي اللي هنا الغامق وابدا اظلل منه. طب بص بقى، في حته عندنا كده غامقه هنا تحت البوق، الجزء ده تقريبا هو اهم جزء في رسم البوق. يعني لما بنيجي نعمل ملخص لرسم البوق كده حاجه سريعه، فببدا اعمل ايه؟ بعمل خط واعمل حته تحتيه بس. لما بعمل حاجه شخبطه كده عشان يطلع لي بوق بعمل خط وحته تحت، فمعنى كده بين الجزء الغامق اللي تحت اهم من البوق نفسه، فاهمين كده؟ طيب فانا هبدا ابين الجزء ده. طب هو ليه الجزء ده مهم؟ علشان الجزء ده متشاف على طول، يعني هو مكان من ثلاث اماكن ثابتين غامقين على طول في البورتريه، على طول الجزء ده غامق، فعشان كده العين حافظاه. اي حد حافظ الصوره دي حافظ المكان الغامق ده. فلما تيجي ترسم صوره مثلا وتوريها لحد وهو ما بيفهمش في الرسم هيجي يقول لك انا حاسس ان فيها غلط. لو انت مش مغمق الجزء ده هيقول لك انا حاسس ان فيها غلط، هي مش عارف ايه هي بس حاسس ان في حاجه مش مظبوطه، فاهمين كده؟ فابدا ادي تون هنا. طيب الجزء الغامق اللي احنا بنرسمه هنا ده، الجزء ده بيكون عند كل الناس غامق قوي ولا بيكون فاتح ولا بيكون عامل ازاي؟ بص الجزء ده بيكون على حسب الشخص نفسه، لان في ناس بتلاقي دقنها كبيره فالجزء ده مفروض فمش غامق قوي، في ناس بتلاقي دقنها صغيره فالحته دي غامقه زياده، فانت على حسب الدقن اللي بترسمها نفسها هي صغيره او كبيره، فدي حاجه بتحدد ملامح فلازم تاخد بالك منها. وهبدا اكمل بقى. بصوا كده انا رميت الغامق بتاعي اهو وهبدا اكمل تظليل الشفايف من هنا بان انا برمي من غامق لفاتح لفوق. في عندك مثلا جزء غامق هنا برضو في الجنب اعمله، ده على حسب الصوره، فمحدش يحفظ الشكل اللي انا بعمله وينفذه. ممكن تعمله وانت بتتمرن وانت بترسم من خيالك بس مش وانت يعني بترسم من صوره. طيب حلو، تعالوا نقول مثلا ان مكان الدقن بتاعتنا هتكون هنا. فالمكان ده كويس مناسب ولا بعيد؟ ممكن حد يحس ان هو بعيد شويه بس هو كويس، هو ده المناسب. طيب تعالوا نعمل حركه صغيره ان احنا قبل ما نظلل حتى هوريكم المكان ده كويس، بان انا هحدد الاماكن اللي هتتظلل. يعني هقول ان انا هظلل في الجزء ده غامق شويه او هادي طول هنا. بص هتبدا تحس ان المسافه صغرت شويه او كشت لو الخطوط باين عندكم. لما نبدا نظلل هيبدا يبان عندي الشكل اكتر. طيب كده احنا بينا شكل البق من الوش خلاص. عايزين بقى نبدا نتكلم عن رسم البق من الجنب. لو انا هبدا ارسم واحد من الجنب، بص اول حاجه الكور بتاعتي دي تعالوا ناخدها بسرعه كده نرسمها تاني. احنا كنا قلنا البق عباره عن ايه؟ ادي واحد اتنين تلاته، صح؟ مش قلنا البق عباره عن تلات كور؟ وبعد كده بمشي مع كيرف الكوره دي وبكمل مع الكيرف ده وباخد بخط مايل لتحت ونفس الكلام الناحيه التانيه، صح كده؟ طيب وقلنا ان احنا عندنا في هنا نهايه الظل عامله زي سبعه كده فوق، صح؟ ماشي. تعالوا ناخد البق من الجنب، اي حاجه من الجنب نص اللي بالوش زي ما احنا قلنا. فانا هاخد نص الكلام اللي احنا عملناه ده. اول حاجه كان عندنا خط ماشي بكيرف هنا، صح؟ انا هاخد نصه فهيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده بس.
بصوا كده، هو كان جاي من فوق لتحت لفوق، انا اخدت النص فمن فوق لتحت مش هطلع لفوق تاني، وبعد كده الخط ده كان مايل لتحت. طب انا لما اجي ارسم بق من الجنب هيبقى مايل لتحت ولا ماشي عادي؟ لا هيبقى مايل لتحت، فهبدا اخد ده زي ما هو واخليه ايه مايل لتحت كده شويه. طيب وبعدين بص بقى، دلوقتي احنا اخدنا هنا نص كوره صح، واللي فوق واللي تحت كوره كامله. طب يعني ايه الكلام ده؟ نص كوره دي يعني انت الحرف اللي بره عندك هو باين خط، لان مفيش الكيرف الناحيه التانيه مش موجود صح. طيب فلما اجي ارسم البق من هنا هيكون الاوت لاين اللي بره بتاع الشفايف خط. طب خط خط، ايوه خط، يعني او ممكن ما يكونش خط صريح يعني، بس قريب للخط يعني كيرف بس واسع جدا، تعالوا نعمله خط. طب الخط ده هيكون طالع عادي اللي فوق؟ لا هيكون مايل لبره عشان الشفايف جايه من جوه لبره صح. انا برسم دلوقتي يعني البق ده بص الناحيه دي حلو، فهو طالع بره يعني الناحيه دي برضه ماشي، فيبقى الخط ده طالع لبره كده حلو. طيب واللي تحت هيبقى عامل ازاي؟ اللي تحت عندنا كوره يعني في كيرف صح، يبقى اللي تحت ده هيكون بكيرف كده. بص بقى وخلي بالكم من ده، ان اللي فوق عندي بقى خط، هو مش خط قوي يعني، مبيبقاش خط صريح، بيبقى فيه كيرف مثلا كده او فيه كسره تانية كده، بس ما بيبقاش كيرف زي اللي تحت. اللي تحت كيرف كوره. احنا كنا بنيجي نعمل ايه بقى في البق؟ قلب هوب هوب صح كده، فدي كارثه طبعا. كنا نعمل ثلاثه ونروح موصلينها كده، فده غلط جدا. طيب شكل الشفايف من فوق، عشان دي حاجه مهمه جدا، شكلها من فوق هي بصوا كده، لما اخدنا النص احنا اخدنا نص السبعه، يعني بقى عندنا ده وده صح، مبقاش عندنا خط نازل لتحت وخلاص زي اللي كنا بنعمله هنا، في عندنا جزء بارز كده او طالع لفوق شويه، وبعد كده بيبدا ايه يرجع تاني او ينزل لتحت. ده مش شرط يكون مكسور كده، بيبان بكيرف شويه، ممكن بيبان بكيرف قليل على حسب ملامح الشخص اللي انت بترسمه، بس ما بيكونش يعني كيرف كده فاهمين ده؟ يعني ما اجيش ارسم حد بقى من جنب اروح اعمل له شايف كده بكيرف كده واللي تحت بكيرف كده. طيب فاكرين الجزء الغامق اللي احنا قلناه هنا؟ الجزء الغامق ده بيكون حته داخله لجوه، يبقى انا عندي الجزء ده في مكان كده داخل لجوه، ما اجيش اعمله نازل لتحت عدل على طول وبعد كده الدقنه بتبدا تبرز. طب فاكرين في الحته دي مش كنا قلنا التظليل بتاعي بيجي من غامق لفاتح عشان الجزء ده جاي طالع لبره؟ يبقى هبدا ارسمه هنا جاي عامل كده طالع لبره كده صح، ما اجيش اعمله طالع عدل كده حلو. وابدا بقى مثلا ابين المناخير بتاعت الشخص اللي انا برسمه، الرسمه دخلت على الرسمه التانيه بس مش مشكله. بص رسمه المناخير دخلت مع رسمه العين، فمش ده تكملتها يعني ماشي، عشان بس ما حدش يفتكر ان انا رسمتها تكملتها رجع تاني لجوه. طيب نبدا بقى نظلل شكل البق. انا عندي هنا من غامق وببدا اطلع واحده واحده لفوق لفاتح وهكذا على حسب اضاءه الصوره، فاكتر الصور دي بتحس ان الاضاءه جايه من الوش من الناحيه دي، فبتبدا ترملها من هنا غامق ومن بره الجزء ده بيكون فاتح شويه، بس ده مش قاعده ثابته يعني، ده انت بتشتغل على حسب الصوره وهكذا، تبدا تكمل الرسمه بتاعتك على حسب الاضاءه بتاعتها. يا رب تكون المحاضره فادتكم وتكون المحاضره عجبتكم فعلا ماشي، هستنى رايكم تمام، وهستنى ممكن كومنتاتكم في اي حاجه انتوا عايزينها، اي حاجه انتوا عايزين ان انا اشتغلها او ان انا ارسمها قولوا لي عليها وهبدا اشرحها. هعمل لكم فيديو كده كويس عن الايد ان شاء الله يعني، لان احنا عملنا لايف بس لايف ما طلعش كويس قوي، الجوده طلعت وحشه، فهعمل لكم فيديو عن الايد بشرح تفصيلي اكتر كمان من اللي كان في اللايف. يا رب الفيديو يعجبكم، يا رب المحاضره تعجبكم، هستنى رايكم وهستنى الشير بتاعكم واللايك بتاعكم والدعم بتاعكم. يلا سلام عليكم.